صح ولا لا؟ صح. يعني انا 1500 وانت 1000 سويته. ها سويته والله سويته. يا لابس ربيز حنا اثنين نازل ربيز بحالتك صدق والله ليش ربيز؟ والله العظيم اني متشتت ادري ابو محمد ارفض حتى المعيد المخرج اذا في مخرج ومعيد في عندنا هنا ها والله في تاكيد يا عيال مشتت انا وش اسوي الحين يطبخون ولا يقعدوا ولا وش السالفه هذا بشوفه علم اعطونا رند السلام عليكم منو يا رند حياك الله يا رند الله يحييك مرحبا والله ومسهلا شخبارك الحمد لله بخير الله يجعلها دائما رند كم عمرك 9 ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك لك ان شاء الله ويخليك امين رند وش رايك بالشباب اللي قعدوا اي والله الله يبيض وجيه الله يبيض وجيهنا يا رب طيب رند معك 50 نقطه تهدينها لمن محمد الطوالع يستاهل يستاهل ان شاء الله يستاهل يا ورع يستاهل ابو الله يرجعك يا رند الله يبيض وجهك لبى قلبك والله يعطيك العافيه يا رند ترجيك ان شاء الله احنا يرحم ابوك نبي حل تبي تطبخ والله ما اترى مهري تبي زيكم كبسه انا شبعان والله اني مثلك والله ما لي اكل شيء انا تو قاعد ما اكل اول ما قدر تبي نحف الدله والبراد يا خالد وش تبي والله العظيم ترى مثلك قسم بالله طلعت طلعت طوط 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 ايش ططيت يا عيال احس انها مسؤوليه كيف انا اول اقول عادي خليهم يروحون كذا يا ولد أقري هذا كبره وش بدك تسوي؟ صحيت هو هذا وسام منظر كذا ومن يمين يسار ما في شيء شوف جوال الشاحن جيتك يا اخي انا انكبتني توزيع النقاط ولا والله طيب يا شباب اسمعوا صلوا على نبيكم اللهم صل وسلم حنا بنطبخ يا ولد بنطبخ يلا زين لا تزعل الاكل طبعا راح يدخل عند الاعداد توكلنا على الله اوكي توكلنا على الله يلا بسم الله ابدا لي الوقت يا لا لا اصبر خلنا ابدا لي سكينتي على سكينتي يلا عاش ابدالي عاش القنوع بب 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 ليه وش بب بب ليه لا عطى 30 وش 30 ايه يا اخي بدون تايم ما في الا حنا لا متى ما خلصنا خلصنا لا مو بعد كيفكم بكمل يا ازهر وانا اضبطكم شيء بدل ليه 30 يا ولد انا 30 هذه قصبه ولا اسوي بها اطبخ ولا اكثر تشرط بعد انت ايه بيروح بسرعه ريان البلوي يصرح اي والله بروح بسرعه جبتك اقابل وجهك افا تعال بالك تجي من الهباس جابني للضيم كنت مدلل تجي من الهباس وتجي منك هباس اعتذر ما دريت اعتذر من وش عاد يبي في ذمتك انت صادق والله يا ولد تسوق على تكفى والله صد ريال ايه قال يا رجال هذول نسخه طب هذا صغير الله يلا بسرعه سوي الشاي يا ريان حوف الشاهي يا ريان نبي نقعد روسنا ريان تصدق على اني هذا ما عمره ذقت شاهي من يدينا انا اي والله في ذمتك اي والله اوه لا والله صح نسيت شو نسيت عبالي ان اول سوينا براد وين يا شباب براد ذاكم سولفوا اهبدوا سووا اي شيء اداه تبي تعبي فقع اخر واحد على اليمين يلا بس يلا خلاص سولفوا خذوا سووا شاي بسرعه هذا ايه والله هذا حقنا يا خمنتم والله حقكم منين جاك والله حقنا احلف الله هذا انا جبته من برا اتحلف بالله ما حلفت امانه انت اللي قلت والله حقنا ها والله حقنا شوف اذكر من بيت شوف من هذه ايه فوق انه ما اخذوا ابداعنا يا اخوان بريقنا يلا يا رجال سلامة الابداع يا رجال راح نسختكم 7 شهور سلامات الله لا يا بلال بنطلع نسخة راح برحلة جماعية أنا السكر يا حبيبي وينهم هذا السكر فاضي الله يعمينا عن الخيشة وعن أكل العلب ذيك مو سكر يعني ما أعرف ما أدل في المطبخ راح هذا اللي ولا مرة دخل المطبخ رجال يا ولد هذا السكر يوم إنك تاخذ من هذا ايش بالك؟ ها أنا أبي من ذا خلاص راح أرفع صوتك على الطوال ولد
يا ترى في اللحنة امشي يعني فوق ما هم خلينا داوم يا ولد العالم ذي لا اله الا الله. حل راتبك يا ريان، ها حل راتبك داوم يا ريان. ريان المفروض لا جيت باتر تجيبنا غدا معك. بس عيال وش وضعكم؟ بكره العصر امان. طيب يا عيال الدبان هذا بلاش انا بلاش. طيب وش وضعكم من ناحيه قول معي معك الفقرات وهذه؟ لا النقاط سنوات تحسب لكم والله يقول تحسب لنا وهذاك يحسب لهم بعد هناك. خلينا كيف تحسب لهم؟ والله يحسب لهم. عندنا ريان ريان تحسب ريان اسمعني ريان اسمعني. لا لا الحين لو مثلا نمنا وراحت علينا النوم اعطونا حرمان. صادك صادة مع انك جنبي شلون؟ واسمعك وش؟ اقول مثلا راحت علينا نومه وحرمونا من البث، من يمسك البث؟ ويش وش يصير؟ احنا الحين عندنا اللي يقوم بعد الساعه 4 يحرمونا من البث. ايه احنا رقادنا ما قبلنا الا الساعه 5 يحرمونا من البث ولا لا؟ من يمسك البث اذا حرمونا؟ انت الثلاث ساعات اربع ساعات قبلها وينهم؟ نايم. اذا كذا خلاص يقفلون البث دام انك تقفل ثلاث ساعات يقفلونها. والله يا عيال سووا خلينا نجرب. مفروض مفروض يا ريال. لا لا عندنا مطبخ لازم يعني نحضر الريال بلوك. البث يبدا عندنا بعد المغرب. اي والله شوف على عددكم. إيه ليش تدري ليش تدري ليش؟ هناك صباح في عمان يغطون العيال تغطياتهم روحاتهم وشرونهم على الهواء. والله شوف انا ما ادري عن خططهم ولكن هذا المفروض انه يكون البث لسه متاخر عندكم مو على طول. الحين اخرون العصر بس. بس شوف تقريبا انتم ما راح تبدعون. قلها قلها. لا انتم كفو. الله ينشبك. بس يا اخي والله ما ادري كيف يا ولد. بسم الله. اهم شيء لا تكثرون الدنيا يا شباب. سلم. هذا كيف وزنة السكر ذا؟ ابو الرد ذا. توزن بكوب ما تجي. ما سويت شيء، ما حطيت سكر. يا رجال. انا ما حطيت. هذا كله. ما جاء ربع فنجان. تقولها صادق. وشو وشو؟ اي خلاص الشاي عندي. لا عندي. بس. بدري. ويا محمد يا جامع على الود قلبين لك عادة تجمع قلوب يا ليل ما ترحم من الوزة ما جاء إلا عندي. يا أخي مفروض أنك تستقبلني استقبال تقول الله المقدم ريان. يا 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 الله المقدم ريان بس لو يعطينا النقاط كاملة بيضة وجه. ازهل ازهل. شوف حتى حقهم ما يشتغل. بس 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 محمد يا الله انت شفت كيف الحياه بسرعه تمشي. اي والله وشو انا كنت متسابق. ايه صرت مقدم ولا مقدم عليك بعد. كنت اتوقع الشيء ذا. كنت ماسك عليك اشياء اول. ها لا اشياء والله يوفقك. ايام النسخه. تعال اذكر يوم قابلتك بالفندق كنت انت مستانس ايام التصفيات انهم خلاص دخلوك. كنت اسالني انا مقدم ايش؟ قلت لك انا وقتها قلت لي المطبخ. لا قبلها قلت لك حاجه غير المطبخ. المستثمر. شو رجعه هو ما يدري شو المستثمر. والله ما ادري وش المستثمر لكن اول شيء قال المستثمر. قلت له ريال كنت فاتح مزرعه. ايه اشتقت بالله للبثوث. اي والله. ها؟ اي والله اشتقت لكلام الناس والدنيا. اشتقت دوامك اللي في الظهران دي. انفصلوني هذولاك خلاص. لا والله انفصلت يا رجال. اي والله. الله يعوضنا خير ان شاء الله. الله يعوضك ان شاء الله. بس يا اخي تصدق ضحيت عشان النسخه هالجباره هذه. احسك طولت و سمنت. اي اي والله سمنت صح. اي والله ما جلسه وكبسات ذبيحه رائحه ذبيحه جايه. لا والله صدق ما احس يعني يعني الجسم صاير متعافي. ها كم طوله؟ طولي 181 طال عمرك. ما شاء الله الكبير حبيبي. ما شاء الله الكبير. تصورون البسه صوروني. اه ما تشوف شر. عطوه عطوه البيض عطوه البيض لا يحترق وليد شر ما يجي. انا تقول كثرت زيت مش بقى. ايه عطوه تصميم يلا سلامتك. مهووس تصميم الدب ذا. اناس اناس يا زينتك ايش رايك بالمقدم؟ المقدم هذا يبي له مقدم. يا رجال انتم المتسابقين بيكم متسابقين. افشل متسابقين قعدوا متسابقين يبين المتسابقين. وش يعني؟ يعني احنا مقدمين يبين متسابقين. يا اخي المفروض المفروض الصد يعني الكليب ما خلاكم انتم بس. حط معكم ناس اكثر. ليه؟ كنتم ما تروحون ديره. افا افا يا ابو شلون ما نروح ديره؟
احنا محل رايح ندير فعلا جالسين. تشوف نسختنا كلها سفريات، ايش رايك؟ فليتوه ها؟ فليتوه ما بحنا احنا الله يزينها. تدري ايش بقى جاي الظاهر في سفريه بعد؟ اسالك بالله والله وين؟ بس مو كل النص وين؟ تصويت ما ادري والله يمكن مو فليتوه احنا الواحد يا رجال. هاي انتم تسفرتوا من البرنامج عشان بالله. الحين انا ما عندي مطبخ اليوم. متابعيني ومحبيني يدرون عند مطبخ يا رجال قضها. يلا والله دام انها تمشي. الساطين الله 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 بقى الفيد الفيد الفيد. لا تتركونا من الفيد. الله يديني محمد الطوالة يطبخ الحال الظهر. هذه وين صارت؟ ها؟ أقول محمد الطوالة يطبخ الحال الظهر، هذه وين صارت؟ قبل أنا أقص لهم بصل وهم يطبخون لي. هو وش أنت عاد يا محمد الطوالة؟ يا أثول اسمع، شوف أنا أحترمك ولك الاحترام والتقدير، لكن أنت مع ريان الحين أنت مقدم تيجي تتك على جوالك لين أنزل جوالك، احنا نبي أحد طف جوالك. طف جوالك. انا ليش ما رحت معهم؟ انا ليش ليه ما رحت؟ اي قارتوني يا اخي مديني نايم الحين. لا بتجي حتى ما في احد. لا اي عجليه اطبخ للجنون. تجي تطبخ انت هنا وانا ابربي انا. احنا الوقت كم؟ انس لبيه انا زعلان. ليه؟ انا ادري. اخو زعلان. كل ما انت مشتي انك تطبخ قول. ليه؟ هاي ولعت بالدنيا. خلها ولعت بالدنيا، الدنيا مولعه. هي وقفت على الطبخه، هي وقفت على الدراح وخلونا يا رجل. يا عيال وش رايكم بعد الفقره نطلع برا؟ هذه خاصين منها، هذه خاصين منها. لك شتينا. تم. دبابات و ها؟ تم. والله فكره. والله فكره حلوه، بس تقول بروح انام انت ولا؟ لا يا رجال فضيكم. والله؟ رجال. هلا. ليه ما تتكي معنا؟ وريلتي عقب الصلاه. يسمحوا لي؟ اي والله يسمحوا لك. كفو. يسمحوا لك واذا ما يسمحوا لك علمني بس. ها؟ اللي ما يسمح لك اعطيه رقمه بس. احنا الحين الكاسات وين يا الربع؟ ها؟ الكاسات وين؟ اخذوها العمال. لا والله. صدق. حل بالله العظيم. راحي. انا داخل عند الكنترول. ها؟ عند الكنترول. هذا كل واحد يطشني على الثاني، الكاسات وينها؟ الظاهر عند اجهزه الطباخ باكستان. يا رجال. يا رجال. دور شوف خذ لك لفتين بالهنجر لما ترجع. يا شباب اي ضاف الخيمه. ها؟ في الخيمه. هناك. ايه رح شو عندك فاضية؟ خلاص لقيت هذي. في كويس. لا 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 ضايقونا ترى. قول بسم الله. الزيت قاعد يطشر على وجهي. يطشر. لا حول ولا قوة. الموت الأحمر. يما دم شوف. غزال شوف يما شوفين ها شلون اقول دم غزال ويا ما اسمعك ارفع صوتك اقول كيف حالك انت لحالك شوف شوف تقول عسل وانا المعطني اي ما شاء الله ايش تبي ابها راي اي عندك ابها راي شوف 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 بلا شيء ما شاء الله ما شاء الله عسل صافي مضمون 100% نعم والله 9% هذا الكلام بين رجال ادعس عسل صافي 100% دفع 800 800 عسل ليه؟ عسل ريال تدري اني عاصر كذا من يدي ها؟ عاصر من يدي ايه تقهول حالك عسل هذا ايه تقهول حالك ها؟ تقهول حالك ريال ترى اليوم ما هضمتك ويش؟ اليوم ما هضمتك عساس انا اللي هضمك وانكم لهديني لا انا ولا طواله اي والله كنا نسولف فيك قبل فقره يا عيال تصدقون بغيت اغيب؟ ها؟ بغيت اغيب بس عشان اغيب شمسك لا عشان ترتاحون وكذا ها
بس انه بيخلونه والله انا بالعكس حنرتاح اذا جيتنا. بس انه محمد منصور قال لي لا تغيب يا ويلك. لا لا ايش دخلنا يا ويلك ها؟ منو احنا ايش دخلنا يا ويلك؟ اصبر. هلا هلا الو حط هلا يود الحين صدور الدجاج عاملها مثل الدجاج العادي اكتمه صدور الدجاج يكتمه والله حركات يا شباب صرتوا دوليين عوذي بالله شغل مايك صرتوا دوليين حركات الحمد لله هذا نسخة بزنس 3 ايه الذي لن يصبح مثلها اي نسخة اتصال من جمهورية مصر الله يقول عايزين يكلموه الحمد لله والشكر له حول الله خلنا نكمل كلمتي الله في ذمك تعال عطنا عطنا